9 صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع رامي حمدين، تفضلي يا رامي. شكرا جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستضيف مصر اليوم قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. كما تناقش القمة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، وذلك بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم ودفع التحركات المصرية التي تهدف من خلالها مصر لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين ناقشا آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لا سيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لا سيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس التركي ثمن الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، حيث شدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي استنادا لحل الدولتين وفقا للمقررات الشرعية الدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2,300,000 فلسطيني موجودين في القطاع. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك من أجل احتواء التطورات التي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على المستوى الإقليمي بالكامل ويكون تأثيرها مدمرا على المنطقة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال مساعدات إنسانية طارئة في أسرع وقت ممكن إلى مصر من أجل غزة، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع والذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وقال ماكرون إن فرنسا قررت زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني بنحو 10 ملايين يورو. كما أكد ماكرون أنه لا يستبعد التوجه للشرق الأوسط في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة إذا كانت لهذه الجولة نتائج مفيدة، مشيرا إلى أن التوجه إلى المنطقة سيعتمد على المناقشات التي سيجريها في الساعات والأيام المقبلة مع جميع زعماء المنطقة. استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.
وأوضحت المصادر أن فلسطينيين اثنين استشهد في قصف استهدف منزلا في منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد 5 آخرون من بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا غرب رفح، كما أصيب فلسطيني آخر في قصف استهدف منزلا بمنطقة الصيامات غرب رفح. أفادت وكالة أنباء رويترز أن حركة حماس أطلقت رهينتين أمريكيتين أم وابنتها وتم تسليمهما إلى الصليب الأحمر، ومن ثم توجه إلى خارج حدود قطاع غزة. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر دبلوماسية إطلاق سراح الرهينتين لدواع إنسانية. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته الغامرة بإطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.